عرف نفسك يا دكتور. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا طبيب محمد بلاسي قط بلاسي من العاشر من رمضان شرقيه. مجيئك النهارده مصر ايه؟ القاهره يعني نقابه المحامين ولا شهريات؟ عشان اقدم بلاغ للنائب العام لانني كنت معتقل سياسي، حصل لي بعض الـ يعني الـ وانا معتقل اصبت في موضوع عينيا ما عدتش بشوف بيها لسلسله من الـ من الـ من التعذيبات ادى الى ان انا عيني اليمين ما عدتش بشوف بيها خالص، وعين الشمال ضعيفه جدا جدا، لدرجه ان انا دي اثرت على موضوع العمل الطبي، ومعايا تقرير بكده ان انا ما عدتش مش فاتح عياده، وفي وزاره الصحه يعني ايه برضو يعني لا اعد العمل بتاعي تماما، مما اثر عليا مع زمايلي وكل التقارير الطبيه بتاعتي. طيب بتتكلم مين بقى اللي قاموا بتعذيبك في السجون؟ انا بدايه اصلا بعد ما انا كنت ساكن في العاشر من رمضان، وبعدين في ليله من الليالي في 1997 دخل اثنين ضباط بالليل، جمال البنا وعلي اشرف، وخدوني وقلت لهم فين اذن النيابه، قالوا لي هددوني وقالوا لي ما فيش حاجه اسمها اذن نيابه، وتعالى معانا، وكبلوا ايديا بالحديد وخدوني متغمي لمقر العاشر من رمضان في امن الدوله، وبعدين من خلالها ركبت عربيه وطلعت على الزقازيق مقر العاشر او فرع العاشر فرع امن الدوله بالشرقيه. دخلت على عبد اللطيف عبد الهادي. من هو عبد اللطيف عبد الهادي؟ دي كان ماسك عقيد، كان مفتش الفرع، كان ماسك النائب بتاع مفتش الفرع بتاع حسن معتصم، فرع امن الدوله فرع بالشرقيه. فرع امن الدوله بالشرقيه. وخدني وبدا كان يعني نهال عليا بوابل من الشتائم والسباب، وبعد كده امر بتجريدي من الثياب وسلوك الكهرباء والصعق الكهربي وكل ده، وبدا يعني يجاوبني وعايز يقرر حقيقه معينه ان انا تابع تنظيم سري لقلب نظام الحكم طبعا، ودنا تعذيب طويل بالكهرباء وبالضرب، والمخبرين بتوع من الدوله يعني كان في نوع من الضرب، وان هو كهرب في مناطق حساسه جدا في القبل وفي الدبر، لدرجه ان وحصل حروق شديده، ودانه ينهال عليا بالضرب بالعصي، حتى ان انا يتم الي ان انا اعترف بمثل هذه الاعترافات، وبعدين لم يكن ما اعترفتش خالص، وبعدين ما فيش حاجه يعني ما فيش حاجه خالص من المواضيع دي خالص، ما قررش بما هو يريده. يعني هو معاه بعض البنود من الاسئله، نموذج من الاسئله، عايز يخليني اقر بكل الاسئله دي طبعا. اصلا ما فيش حاجه من الحاجات دي خالص. تمام. لان انا كنت طبيب في مستشفى الحسين وليس لي اي يعني شان باي شيء خالص. كان سنه كام يا دكتور الكلام ده؟ سنه 1997. 97. كان مين وزير العدل يا وزير الداخليه ساعتها؟ كان حبيب العدلي. حبيب العدلي. طب هل انت بتتهم ضباط امن الدوله فرع الشرقيه فقط، ام بتتهم ايضا حبيب العدلي وزير الداخليه؟ انا متهم طبعا حبيب العدلي، لان هو قال لي وانا داخل في امن الدوله، قال لي ان انت اول معتقل في عهد الوزير الجديد، هو دي اللي امر باعتقالك اصلا حبيب العدلي. يعني معايا ورق هنا بيقول لي معايا ورق فاضي على بياض مخول ليا من وزير الداخليه ان انا اعتقل اي حد من غير اي سبب. طب انت عندك شهود يا دكتور بموقع التعذيب اللي حدث عليك في الشرقيه؟ ما الناس اللي معايا في القضيه موجوده يعني. عبد اللطيف نصر وعبد الناس اللي معايا في القضيه من الطويله شرقيه، والناس من الاسديه شرقيه، الناس اللي كان معايا 55 واحد في القضيه، دخلوا قضيه نيابه امن الدوله، وطبعا ما فيش اي ادانه ليهم، افرج عليهم واخلي سبيلهم. ثم رجعنا تاني الشرقيه تاني. رجعنا اللي هي امن الدوله فرع الشرقيه، وتم اعتقالنا تلو الاعتقالات الى 10 سنين وبعضهم 15 سنه بقرارات اعتقال مخوله من ايه من الوزاره او وزاره الداخليه دون اي سبب. طب نهاية. دي فترة التعذيب اللي حدثت في مقرات مباحث امن الدولة، انا بقى في السجون ماذا حدث؟ في السجون انا دخلت الاستقبال، وبعد الاستقبال طلعت على سجن الاستقبال. سجن الاستقبال طره. ورحت دمنهور، كان فيه كهرباء وكان فيه
الفتحه. كان في احمد حجاب كان بيكهرب الناس كتير كهربنا، وكان في ضرب، وفي المخبر كان في مخبر امن دوله هناك مخول بالضرب، وموضوع اسمه صبري. وكان بدات مشكلتي انا بقى في دمنهور، مشكله الايه، مشكله عينيا. بدا مشكله عينيا تسوء حالا بعد الضرب، ساءت شيئا فشيئا الى حدث انفصال في الشبكيه. كلمت صبري عشان يعني مين صبري ده؟ صبري مخبر امن دوله كان ماسك السجن. اسمه صبري ايه؟ مش عارف. تمام. فكلمته ان هو يحولني لاسكندريه، مستشفى اسكندريه، علشان اشوف موضوع الانفصال. ولم يتم. وبعدين حولت الى سجن ابو زعبل. وبعدين حصل الانفصال بدا يزداد في خلال الفتره دي. طبعا كام يا دكتور الكلام ده؟ الكلام ده كان سنه 2003 2004. وتم ضربي من خلال ضباط امن الدوله في ابي زعبل في مصلحه. و تذكر اسماء يا دكتور؟ ضابط امن الدوله بتاع ابو زعبل كان وليد فاروق. واللي كان ماسك المصلحه ساعتها كان اللواء محمود وجدي. وبعدين نزلت الفرع بعد ما حصل لي كان اللواء الفرماوي بقى ماسك حاجه تقريبا، عمر الفرماوي. عمر الفرماوي كان ماسك مدير المصلحه تقريبا او مباحث. اظن رئيس مباحث السجون. طب هل انت هتتهم تقدم بلاغات في الفرماوي، عمر الفرماوي ومحمود وجدي وحبيب العالم؟ ايوه محمد كساب ووليد فاروق. مين محمد كساب؟ محمد كساب كان ضابط المباحث بتاع ابو زعبل، رئيس مباحث سجن شريط حراسه. ابو زعبل. وبعدين نزلت فرع امن الدوله فقابلت عبد اللطيف وقال لي الموضوع ايه موضوع. قلت له حصل اللي هو ضابط امن الدوله؟ ضابط امن الدوله في الشرقيه. قال لي، قلت له حصل لي انفصال وطلعني عشان اخد علاج. قال لي لا مش هطلعك ومش هعمل لك اي حاجه وهدنك في السجن على طول. قلت له انت السبب، انت السبب كده من ضمن الاسباب ان انت موضوع عينيا كده هتروح خالص. قال لي ولا في دماغي خالص نهائي. فرحلني تاني على السجن. وعيني كده لحد الوقت كده تمام، معايا تقرير طبي شرعي ان عيني اليمين تقريرات طبيه بالحاله. عيني اليمين ما بشوفش بقى خالص، وعيني الشمال يعني ضعيفه جدا، فيها بعض التغيرات وفيها بعض التاكلات في الشبكيه، لدرجه ان انا برضو ضعيفه جدا جدا في الوسط. طب يا دكتور بالتوفيق كده، ومش هعطلك عشان تلحق للنائب العام تقدم البلاغ، وربنا يوفقك ويخلف عليك خير ان شاء الله. مع السلامه يا دكتور.